السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيك ساهل، كيك كان معتاد ساهل زعما اقتصادي. قبل ما نبدا البنات، بغيت نشكركم بزاف على التعاليق الزوينه اللي تكتبوا ليا، وعلى الناس اللي دخلوا عندي القناه جداد مرحبا بكم، والناس دياولي حتى هما تنقول لهم مرحبا بكم. وكي تنقول لكم ديما الله يسر الجميع والله يصاوب والله يسر ليا وليكم ان شاء الله، ونتمنى هذا الشيء اللي كندير كله تستفدوا مني وتستفد منكم ان شاء الله. يلا بسم الله ندوزوا للطريقه. هنايا درت شويه الملح قبيصه غير شويه، وهنايا عندي جوج بيضات، وغادي ندير جوج خمارات جوج فاني. بسم الله وهنا غادي ندير سنيدة، ما غاديش نكثر سنيدة بزاف حيت غادي ندير فيها الشوكولاط. غادي ندير بسم الله، غادي ندير 6 المعالق سنيدة، ها جوج ما عمريش بزاف، 3 4 5 ها 6، نحرك هذا الشيء مزيان. هيا غادي ندير الزيت، بسم الله كاس لاروب ما عمرش ديال الزيت. هنايا عندي الكوك، غادي ندير واحد جوج المعالق عامرين مزيان ديال الكوك. هنايا غادي ندير كاس الدانون طبيعي، بسم الله، ونحرك مزيان هاد العناصر كلها حتى تنسجم ليا. ساهل اقتصادي، بغيت نشاركو معكم اليوم ان شاء الله، نتمنى يعجبكم. اللمسه اللي زدت فيه هو الكوك، تيجي زوين مع الكوك والشوكولاته ان شاء الله غادي نديرو معاه حتى هو. صافي دابا نزيد الدقيق، بسم الله ندير الدقيق، بسم الله نحرك مزيان، نتلاقى معكم دابا شويه ان شاء الله. هنايا هو الخليط تعقد ليا ولكن شويه جاني قاصح، غادي نزيد شويه الحليب باش نخففو شي شويه. ماشي خفاف مع الكوك والدقيق كلها دابا حسب الدقيق، كاين دقيق اللي كيشرب وكاين دقيق اللي تيجي هو هذاك خفيف. صافي ندير جوج خمارات، بسم الله ديال الدقيق ما عمراش بزاف. صافي ونخلط هذا الشيء مزيان. وانا درت هذا المول هذا الطويل، دهنته بالزبده ودرت ليه الدقيق كيف العاده. صافي ونخلط هذا الشيء مزيان، تنسجم ليا الخميره وديك المعلقه الدقيق. صافي ونحصل على القوالب من اللي بغيت. صافي بالسلامه، ونرمي في المول. نتلاقى معكم دابا شويه ان شاء الله. دابا هو الكيك وجد،
غادي نكبر. غادي نكبر غير النص وندير هاد الشكلاط ونص لاخر ثاني نكبو ثاني من الفوق. بسم الله غادي هاد الشكلاط غادي ندير ليه هكا ونستفو. صافي ونزيد الطبقه الاخرى ان شاء الله. صافي ساهل وخفيف. صافي نقادو هكا صافي ندير واحد شويه تسانيده من الفوق. صافي ونديرو في الفران. الفران راني شعلتو دابا تبارك الله كلها على حسب الفران ديالو. ونتلاقى معكم ان شاء الله. ها هو الكاك وجد، ها هو خرجته من الفران. دابا غادي نقلبو في المول. بسم الله ها هو نقطع لكم طرياف. تيجي زوين تبارك الله نتوما عشيش زوين. داك الشكلاط تيجي هكا. هنايا غادي نشارك معكم الشوكولا شو اللي غادي نرفق معاه هذيك الكيكه اللي صوبت. غادي نحتاج السيترو ديال الحليب وعندي هنايا سنيده حسب الحلاوه. المهم انا غادي ندير ثلاثه ديال المعالق ما عامرينش بزاف. وهنايا عندي وحده ديال الفاني وهنايا عندي جوج ديال الكاكاو وهنايا عندي الشوكولا. واش الشوكولا تيبقى كلها واش بغا يدير؟ غادي ندير انا هاد الشوكولاط هذا. ها هو دات في الكاسرونه السترو ديال الحليب. دابا غادي ندير المعالق ديال السكر سنيده. بسم الله ندير ثلاثه. واحد جوج ثلاثه ونحرك شويه. هنايا ندير واحد الساشي ديال الفاني. بسم الله دابا غادي ندير الكاكاو. بسم الله ندوزو هكا في هاد الصفاية باش ما يبقاش ليا. ديال المايزينا ونحركو مزيان. دابا خصنا نبداو نحركو مزيان ما نزهداوش على التحراك. ونضيفو تاني الشكلاط اللي بغينا. الشكلاط تيبقى حسب كلها واش عندو. بسم الله انا عندي هادو غادي نضيفهم. هاد لي باطوني ديال الشكلاط هما اللي غادي نضيف. درت كميه ما لا باس بها.
هنا نبداو نحركو مزيان، ما نهداوش من التحراك حتى يذوب هذاك السكر والشوكولاط والمايزينا والكاكاو كلشي، وتعقد ونحصلو على الخليط اللي بغينا. صافي تنطفي البوطة. دابا هو وجد الشوكولاط بالحليب اللي وجدت معكم، دابا غادي نحضرو في الكيسان ونتلاقى معكم في طبق التقديم ان شاء الله. ها هو الكيك اللي حضرت معكم، ورافقتوني بالحليب اللي حضرت معكم بالشوكولاط. نتمنى هادشي اللي درت اليوم يعجبكم، وما تنساونيش من اللايك، واذا فيديو قادم ان شاء الله. بسلامة عليكم.